فيديو النهاردة هو الحلقة التانية اللي هقولك فيها على استراتيجية مجربة ومهمة جدا وما يعرفهاش وما بيتبعهاش غير أهل الخبرة القدام لتنشيط وعلاج أي نشاط تجاري ويكون متعسر، وخاصة محلات الملابس. وكان في جزء أولاني اتكلمنا فيه عن 30 سبب لفشل أي نشاط تجاري. مهم جدا تشوف الفيديو ده عشان تتجنب الكلام اللي فيه، وعشان كمان قلتلك كل مشكلة تحلها ازاي. أنا حطيت لك خبرة 32 سنة بين إيديك، وفي دقيقة واحدة بس هديك فكرة على اللي قلناه في الفيديو الأولاني. لو أنت شفت الفيديو ده جر بس أول دقيقتين، وليا خدمة عندك. عندنا مشكلة في قناة اليوتيوب يهمني إن أنت تتفاعل معايا عليها اليومين دول. الفيديوهين فيهم رسالة واحدة أنا جاي أقولها لك، إنك بجد تقدر. وخلينا قبل ما نبدأ نركز في النقطة اللي ظهرة قدامك دلوقتي ونركز فيها كويس جدا. المحل متعسر ومريض وعيان، ولا المحل ميت كليا ومفيش رجا منه؟ ليه ان انا بقولك كده؟ لان المحل العيان سهل ان احنا نعالجه بامر الله بالاستراتيجية اللي هقولك عليها بعد شوية، ولكن المحل الميت كليا مهما عملنا فيه مفيش فايدة فيه. فانت كل يوم بتقعد في قلب المحل ده بتستهلك من نفسك ورجليك بتغرز اكتر. انا عارف ان تصفية المحل ده امر كارثي والخسارة بتاعتها بتكون كبيرة، ولكن صدقني اسأل مجرب، الخسارة بتاعت النهاردة هتكون اقل كتير من الخسارة بتاعت بكرة. ونبدأ في النقطة التانية، ان انا عايز الفت نظرك ان انت ما تيأسش وتحاول تكمل بس اول سنة واول سنتين، ان في حوالي 35% بيكون في تعثر في بداية اول سنة لاي نشاط تجاري، و20% بيكونوا في السنة الثانية من أي نشاط تجاري. أما 50% بينجحوا وبيستمروا، فأنا عايز أسأل 50% اللي نجحوا واستمروا هم أحسن منك في إيه؟ خليني أقولك إن في نهاية الفيديو أو الرابط اللي هيظهر قدامك في الأي دلوقتي فيديو أنا كنت عملته إزاي تقدر تفتح محل وإزاي بأمر الله يكون ناجح، وتقدر تطبق كل اللي فيه على أي نشاط تجاري. وخليني أعرفك بنفسي عشان لو في معانا أي حد لسه أول مرة يشوفنا، أنا أخوكم في الله محمد عمارة، صاحب مكتب ملابس كبير ومدير في شركة ملابس عالمية كبيرة، وبرضه مدير في مصنع ملابس كبير. وفي خلال رحلتي في تجارة الملابس فتحت حوالي 26 محل، قفلتهم كلهم من حوالي 6-7 سنين واكتفيت بالتجارة في الجملة نظرا لظروف صحية. أنا ليه بقولك الكلام ده؟ بقولهولك عشان تبقى عارف إن أي كلمة هقولها لك في الفيديو ده هي من واقع خبرة عملية وحاجة إحنا أكيد جربناها، وبدل المرة 2 و3. نبدأ بقى على بركة الله. بس قبل ما نبدأ عايز أقولك على ملاحظة اليوتيوب في تحليلاته قال لي عليها، إن 87% من مشاهدين الفيديوهات بتاعتنا غير مشتركين في القناة. ده معناه حاجة من اتنين ملهمش تالت. الحاجة الأولانية إن أنت ممكن تكون بتتفرج على الفيديو وبتنسى تعمل اشتراك في القناة وبتقول سلام عليكم. دي أمرها سهل، إن أنا هفكرك دلوقتي وأقولك من فضلك بعد ما تشوف الفيديو لو عجبك المجهود وعجبك المحتوى من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك معنا في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بأي حاجة جديدة هنقولها الفترة اللي جاية. اما بقى الاحتمال التاني ان يكون المحتوى غير مناسب والمحتوى ما يكونش كويس، فاللي بيشوف فيديو لينا ما بيشتركش في القناة. وهنا خليني اقولك ان انا ليا عندك خدمة، اكتب لي في التعليقات تحت من فضلك اللي ممكن ما يكونش عاجبك في المحتوى بتاعنا، او بمعنى اوضح كده قيم لنا انت المحتوى. نبدأ على بركة الله ونقول بعد ما تعمل الاشتراك واللايك ولا نسيه؟ نبدأ بقى على بركة الله وأقول لك ركز واستعن بالله واعمل بالأسباب، ولازم تكون متفائل واركن اليأس ده خالص على جنب، واللي نجح مش أحسن منك في حاجة. ونيجي بقى تاني نقطة ونمسك ورقة وقلم وكوباية شاي وتطفي النور وبص في السماء وقول يا رب، وخليها تكون طالعة من قلبك، ونسأل نفسينا سؤال مهم جدا، ودي أهم خطوة في كل اللي هنكمل عليه الفيديو. المحل فشل ليه؟ لازم تحلل الاسباب وتشوف غلطاتك ايه. اوعى تدفن راسك زي النعامه وتقول انا ما غلطتش، ده السوق، ده كورونا. لا، لازم تكون انت غلط مهما كانت البيئه المحيطه كانت مؤثره عليك في فشل المحل او في ان المحل اصبح مريض او مش بالقوه اللي انت كنت متخيلها. لازم تمسك ورقه وقلم وتكتب المحل ده فشل ليه، وخليك شجاع وخليك واضح مع نفسك. خليني بقى انا اساعدك في السؤال وهساعدك كمان في اللي جاي في الاجابه، ونشوف ايه اللي ممكن يكون بيفشل اي محل او بيخلي اي محل يجري ناحيه الخساره وناحيه الفشل. ندخل في الموضوع بقى وبلاش صداع. حاضر يا عبد، هقول لك على حاجه كويسه. بص يا سيدي، الاستراتيجيه اللي انا هقول لك عليها دي صدقني اقسم بالله انا جربتها مره واثنين وثلاثه. وهي بتعمل ايه؟ بتعمل ان احنا اصبح عندنا المحل وقع والمحل خلاص مفيش شغل والمحل ضد والدنيا باظت مننا خالص. جميل، احنا عايزين نرجع العميل ده. اللي احنا هنعمله هيرجع لنا عندنا عميل مفقود، اللي هي اول بند عندنا على ايدك اليمين ده اللي هو العميل المفقود. في جزء منه مش هيرجع خالص، اهلا وسهلا. عندنا تلت، يعني احنا مثلا لو كان عندنا في المحل
50 زبون في ثلثهم مش جاي خالص النهارده او مش هيرجع خالص، مفيش مشكله. بس عندنا عميل مفقود هيرجع على هيرجع فورا اتوانس على البروباجندا والقلق اللي احنا هقول لك عليه هنعمله، وعنده هيجي فورا جزء من العميل اللي فقدناه او الناس اللي زعلت مننا او الناس اللي ما بقتش تدخل المحل عندنا. وعندنا عميل مفقود هيرجع بعد شويه لما يشوف العميل المفقود اللي رجع فورا والدنيا بدات تحلو والمحل اتظبط والدنيا بقت جميله، فهيرجع بس بعد شويه. يبقى احنا عميل مفقود عندنا اللي ضاع مننا تلته مش هيجي تاني خلاص مفيش مشكله، وتلته هيرجع فورا، وتلته هيرجع بس بعد شويه. والميزه بقى عندنا ان احنا مقابل العميل المفقود اللي مش هيرجع خالص عندنا عميل جديد، الهيصه والزنبليطه اللي احنا هنعملها هيجيب لنا عميل جديد متوقع يعوض لنا العميل المفقود اللي ما جاش تاني. ندخل في الموضوع ونشوف هنعمل ايه. بص يا سيدي، عايزك في البدايه كده انسى اللي حصل، جميل؟ زي ما بيقولوا مش عارف البكاء على اللبن المسكوب مش عارف يحصل ايه، انسى ووقف على رجليك وخليك جامد كده او خليكي جامده، وابدا نقطه من اول السطر. اجرد بضاعتك علشان تحدد موقفك المالي. نمره واحد وتنوع بضاعتك اخبارها ايه. فنمره واحد كده لازم نجرد بضاعتنا، اجرد بضاعتك واعرف انت الوضع المالي اخباره ايه. عندي بضاعه كنت بادئ بضاعه ب 20,000 النهارده بقوا ب 5,000، خلاص انا عرفت ان راس مالي النهارده 5,000. بس دي البدايه الصح، ان انت لازم تقيم نقطه الصفر، تمام؟ ونرجع نقيم بقى البضاعه دي نفسها، هي كلها رجالي؟ طب هي رجالي وحريمي؟ طيب هي هوم وير بس ما فيهاش كاجوال؟ طب هي فيها اطفال سن صغير؟ تقيم البضاعه فلوس والكاتيجوري بتاعها، يعني التنوع بتاع اخبار الفرايتي ايه. جميل. بص يا سيدي بقى، وهي فكره والله مجربه، والله مجربه وعملتها في محل واثنين وثلاثه، والجيل القديم من تجار الملابس عارفين الاستراتيجيه دي. لما محل يقع يقول لك اقفل ويفتح، بس مش اقفل وافتح وخلاص، مش هنزل الباب ثلاث ايام وارجع افتحه بعد ثلاث ايام، لا ركز معايا بس وخلي بالك طويل هتفهم دلوقتي كل حاجه. هتقفل ثلاث ايام بس، تنقي التوقيت اللي يكون قبل نشاط. يعني ايه؟ يعني ما تجيش دلوقتي مثلا بعد العيد الصغير او بعد العيد الكبير والسوق اصلا ميت وتروح عامل الحركه دي، لا تعملها يكون في بدايه السوق هيقوم سنه. يعني مثلا في دخله المدارس، ولو انت فارش رجالي وكاجوال رجالي فبتوع الجامعات هيجوا لك. مثلا في دخله في الاوكازيون، في التخفيضات، يعني ترقب دخله حاجه هتنشط الموسم سنه صغيره معاك، وتروح يا سيدي قافل المحل ومعلق على الباب يافطه او بوستر او ورقه اطبعها في اي مكتبه واكتب عليها ترقبه. جميل. بس بعد ما نقفل لازم تراجع اخطائك نمره 3، تراجع اخطائك وتركز. يا عم امسك ورقه وقلم واكتبها، امسك ورقه وقلم، انا غلطت في كذا عشان ما كنتش بفتح المحل، علشان كنت ملخبط في مواعيد المحل، الناس كانت بتيجي تقف لي على باب المحل، البياعين ما كانتش بتقابل المحل كويس، انا كنت مسعر 200% و300%. امسك يا عم اخطائك دي واكتبها كده زي ما احنا ذكرناها ال 30 بند اللي فاتوا دول، واكتب كده في ورقه اخطائك ايه. مش عيب والله، امسك ورقه وقلم. انت لو جيت قدامي على المكتب دلوقتي هتلاقي 30,000 ورقه بكتب فيها وبسجل كل حاجه. جميل. دي كده كانت نمره 3. نمره 4 بقى يا سيدي، الورقه اللي انت هتعلقها او البوستر او ايا كان اللي انت، يعني انت تروح يا عم لاي حد بتاع بانر قول له اطبع لي ورقه بوستر مثلا 2 متر في متر على قد واجهه المحل تعلقه كده، وهيكلف كام المتر؟ 50 جنيه، يعني يعني 100 جنيه كلام فاضي، واكتب عليها ايه وترقبونا. مثلا مثلا هتقفل مثلا يوم السبت مثلا، وتقول ترقبونا يوم الخميس، ومفاجاه ومفاجاه كبرى، تعلن عن حاجه تشوق بيها الناس، الراجل ده هيعمل ايه يوم الخميس اللي جاي ده. خلاص كده. نيجي بقى النمره 5، حاول بقى تزوق البضاعه بشويه شغل جديد. يعني ايه؟ يعني انت لو في معاك سيكه كده من الفلوس، تكت فلوس 1000 جنيه كده ولا حاجه، تروح للحاج مش عارف مين وتاخد منه 6 حتت من ده و6 حتت من ده و6 حتت من ده و6 حتت من ده، وتزوق بيهم القديم وتلخبط الاثنين في قلب بعضيهم، هيفرق معاك كتير. طب انت ما معكش فلوس والدنيا بايظه خالص، جميل، زوق البضاعه نفسها. بمعنى ايه؟ انا ممكن اسجل لك فيديو على الطبيعه لايف وهظهره لك على القناه، ورصه المكتب عندي كوابيل زيها زي اي محل، وهصور لك الوضع الحالي، وبعد 5 دقائق هصور لك
فيديو تاني، استحالة تعرف ان المحل ده هو المحل ده والمكتب ده هو المكتب ده او البضاعة دي هي البضاعة دي. كل اللي هتعمله يا سيد الفاضل الكابولي، اللي تحت هاته فوق، واللي جوه هاته بره، واللي بر واللي قدام انت عارض ان القطعة الحمراء قدام، خلي القطعة الحمراء ورا، وخلي الكحل هي اللي قدام، نزل الكابولي تحت وطلع الكابولي التاني فوق، خلي الكابولي ده بره وهات الكابولي اللي جوه بره واللي بره جوه، هات الرجال في داخلة المحل ودخل الحريمي جوه، هات الاطفال جوه ودخل الحريمي بره. يعني تقدر تشقلب كيان البضاعة والله من نفس بضاعة المحل عندي، والدنيا بايظة. كنت بعيد بس ترتيب المحل، اللي تحت فوق واللي فوق تحت واليمين شمال والشمال يمين واللي قدام ورا واللي ورا قدام، والله كان الزبون بيخش الله ايه ده انا كنت عندكم امبارح، هي البضاعة دي جديدة جت امتى؟ وهي هي نفس البضاعة، ما جبتش فتلة جديدة. جميل، زوق بضاعتك. خلاص هنخش على رقم 6 اللي كنا لسه بنتكلم فيها عذرا، وهي غير ترتيب المحل بالكامل. ولو انت مثلا عامل الترابيزة او المكتب او اليونت بتاع الكاشير على ايدك اليمين في مدخل المحل، خليها على ايدك الشمال. غير يعني خلي الزبون يخش يحس ان في حاجة حصلت جديدة في المحل بدون اضافة بضاعة، لو امكانياتك المادية. بص صوتي راح والله العظيم، لو ما عملت لايك واشتراك في القناة والله العظيم لازعل قوي، انا صوتي راح اقسم لك بالله. احنا كده رابع يوم العيد الساعة 6 الصبح قاعد في المكتب بسجل لك الفيديو ده، تخيل. تمام، نخش على رقم 7 وإعادة تسعير الشغل. يعني إيه إعادة تسعير الشغل؟ يعني أنا النهاردة كنت شاري الحتة دي بعشرة جنيه وببيعها بعشرين جنيه، بعت حتتين ثلاثة خلاص تمام يا عم، والمحل وقع والدنيا خربت وبقت الدنيا بزراميط خالص. خلاص يا عم، ام عشرة بيعها بعشرة خلاص، ما هو أمر نافذ، ما أنت هتقفل المحل وهتبيعها باتنين جنيه لو ما لحقتش تبيعها. فعيد تسعير كل البضاعة، فرح الناس، طير الاستوك بتاعك، امسك فلوسك في ايدك واستعد للي جاي. جميل كده، عيد تسعير البضاعة. اقول لك على حاجة اقوى كمان، يعني انت كمان لو كنت جايب داستة بعت منها حتتين، الحتتين دول كسبت فيهم 50 جنيه، لا يا عم اخصم ال 50 جنيه من تمن العشر حتت اللي باقيين من الداستة، وبدل ما تبيع بعشرة بيع بتسعة كمان. والله اللي بقول لك عليه صح، احنا بندخل المحل العناية المركزة، بنصرف عليه او بنتغاضى عن مكسب او عن ربح علشان نفوقه، علشان يرجع يقف تاني على رجليه. جميل، الدعاية باكتر من طريقة حسب امكانياتك وحسب قدراتك، ده رقم 8 معانا. الحدث اللي احنا هنعمله ده تصرف عليه شوية. يعني ايه؟ يعني لو معاك امكانيات واخد بالك، اعمل مثلا 2000-3 فلاير وزعهم، اعمل اعلان ممول على الفيسبوك، اعمل بوستر اللي اتكلمنا عليه. لو انت عندك داتا بيز للعملاء بتوع قاعدة بيانات، ابعت للناس حملة رسائل، شوف اي حد يعمل لك حملة رسائل او على الواتس او ايا كان. المهم اصرف سيكا على الدعاية علشان تساعد الحدث ده انه ينجح. نيجي بقى نمرة 9، التسويق ثم التسويق ثم التسويق. انت عامل لنفسك صفحة على الفيس ولا لسه نايم زي ما انا كنت نايم؟ انت عامل لنفسك جروب ولا لا؟ عامل لنفسك قناة تليجرام ولا لا؟ عامل لنفسك قناة يوتيوب ولا لا؟ بتسوق لنفسك ازاي؟ هو ده التسويق ثم التسويق ثم التسويق. النهاردة انا عندي عملاء في العريش وفي الغردقة وفي سوهاج واسيوط وانا والمنيا، لولا التسويق انا كنت الناس دي هتشوفني ازاي ولا تعرفني ازاي ولا هعرفها ازاي؟ التسويق ثم التسويق ثم التسويق. نيجي الرقم 10 بقى، وهختصر في الكلام عشان الفيديو طول وانا صراحة صعبان عليا ان الناس ما تستفيدش من اللي طالع اقوله لك في الفيديو ده. بص يا سيدي، ما تستغربش من الحتة رقم 10 دي، ان انت لازم تغير اسم المحل. اصبر بس عليا شوية يا عم. عندك مش فارق معاك اسم المحل، يعني انت مش براند، يعني انت مش الحاج زارة، يعني انت يعني فاهمني، انا عذرا يعني ان انا بقول لقب حاج على كلمة زارة، انا بهزر يعني. فانت مش براند، يعني لو الاسم عزيز عليك يا عم سيبه، لكن يفضل تغيير اسم المحل. طب الاسم عزيز عليك او تكلفة تغيير اسم المحل واليافطة تكلفته عالية وانت مش مستحملها، سيب يا عم المحل زي ما هو. طيب ايه البديل؟ غير اللون بتاع اليافطة. الاسم عزيز عليك، غير اللون، يعني مثلا تغير الديزاين بس بتاع اليافطة. جميل، ما معكش فلوس ما تغيرش حاجة يا عم، اغسل اليافطة بس خلاص كده. رقم 11،
معاك بياع ومدير، لو انت ما عندكش خبرة، طب انت بتعرف تبيع؟ طب خلاص ماشي. طب انت بتعرف تفتح وتقفل المحل؟ طب ماشي. بتنظف وتكنس وتمسح؟ مفيش مشكلة، خلاص عادي، مفيش مشكلة خالص. طيب انت عندك بياع ولا لا؟ طب البياع كفء ولا لا؟ طب في مدير ولا لا؟ يعني هنقيم موضوع البياع والمدير اللي موجود معاك. ونخش على رقم 12، اطبع شويه فلايرات كده، خش على اي مكتبه، لو انت في القاهره انزل العباسيه عند جامعه عين شمس، هتلاقي مكاتب حوالين اي جامعه، وخش عليه كده بتاع اي تصوير، وهات باكيت التصوير ورق الوان، وخش عليه يعمل لك الديزاين على الوورد عادي جدا، والورق الاي 4 يطبع لك فيها 4 مرات، وتروح رايح عند اي حد بالمقص يروح قصصها لك، امسك يا عم قطر وقصها، واي عيل صغير كده رضيب 10 جنيه ويوزع لك فراير. ده افضل اسوأ الامكانيات يعني، مفيش ما تعملش في، وروح يعمل ديزاينر ويعمل لك 5000 ولا 10000 نسخة فلاير، ويعمل اعلان ممول جميل كده. كل ده احنا بنسوق الحدث اللي احنا هنعمله. جميل، اعمل بقى ورق بالعروض دي، ورق ملون كده على الباترينا مثلا، وهات 5 6 اصناف يكون عندك قدره في سعرهم، او اشتري يا سيدي دسته في 5 اصناف يكون الناس بيتجننوا عليهم قدره في سعرهم. انا شاريهم ب10 وهبيعهم ب10، اندر حريمي ب7.5 جنيه، حماله رجالي ب12 جنيه، لزق الكلام ده على الورق. انا عايز اللي رايح واللي جاي في الشارع يخش المحل، مر 10 هيخش المحل، 2 هيشتروا منهم، يعني 10 هيخشوا المحل، 8 مش هيشتروا، 2 هيشتروا، وهو ده يا سيدي اللي عايزينه، عايزين الاثنين دول اللي يشتروا. جميل، نخش بقى ايه المانع يعني يا سيدي، بجمله وجع القلب ومجمله اللي احنا صرفناه، ان زبون خد ب500، فيه ايه لما تدي له تيشرت ب20 جنيه ولا ب25 جنيه؟ عزز الولاء بتاع العميل بتاعك جوه المكان، هو ده المقصود بالهدايا. احنا قلنا عروض، هدايا اسعار، الاسعار اتكلمنا عليها، الهدايا وان انت تعمل عروض، اشتري قطعتين والتالتة هدية، ما هي خربانة خربانة، احنا بنفوق المحل، بنعمل له انعاش، بنمسك فلوس، بنمسك فلوس عشان داخل عليا موسم، انت محتاج كل جنيه علشان تجيب بضاعة جديدة هتكسب فيها. انت النهاردة ما كسبتش او خسرت سيكة صغيرة، بس الفلوس اللي انت كسبتها هتجيب بيها بضاعة ان شاء الله هتكسب، بدل ما تفضل حاطط لي ايدك على خدك لحد ما المحل يقع منك خالص، والبضاعة ب 10000 جنيه اللي جوه المحل انت كنت زعلان انك هتبيعهم ب8، لا يا سيدي هتبيعهم ب2000 جنيه، ما تزعلش نفسك بعد الشر يعني، انا بس بنبهك ايه اللي هيحصل. جميل، نخش بقى ايه، علق نور على المحل اثناء الحدث الثلاث ايام دول، خميس وجمعه وسبت مثلا، علق فرعين نور، هات بتاع فراشه وبتعمل ايه يا عم اللي انت بتعمله ده وبتعلق نور ليه؟ والله عشان العرض الجديد الاوكازيون عندنا هيبدا وعاملين افتتاح للاوكازيون. عادي جدا، ما معكش فلوس ومش عايز تعمل تصريح للحي ومش عايز تجيب تجيب بتاع فراشة، علق فرعين بس يا عم، الفرع ب50 جنيه، تمام. طب ما فيش فرعين يا عم، هات لمبتين وحطهم على واجهة المحل ويبقوا عندك ويبقوا بتوعك، هيكلفوك 100 جنيه. مش عاوز، ما تعملش، بس لو في نور مطفي جوه الباترينا او في نور مطفي جوه المحل، ظبط الإضاءة بتاعت المحل. نمرة 16، افتح وتوكل على الله وما تنساش تدعيلي. احنا كده بقى يا سيدي وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وكده خليك معايا، استنى اوعى تمشي، لسه عندنا شوية حاجات قواعد ذهبية وشغل عالي قوي هقولك عليه دلوقتي. جميل، كده احنا وصلنا وعملنا بالاسباب اللي ربنا قال لنا عليها، قال لك ايه، اعقلها وتوكل واعمل بالاسباب، احنا عملنا كده. جميل، تاني نقطة بقى ايه، دخلنا المحل العناية المركزة، وان شاء الله منتظرين انه ما يطولش ويفوق معانا بسرعة، ان شاء الله يقف على رجليه، وان شاء الله ينجح، وان شاء الله السياسة دي انا جربتها في كذا حاجة، فان شاء الله هتدعي لي ان شاء الله تنجح معاك. انا عايزك تاخد طاقة ايجابية من الكلام اللي انا بقوله لك ده، وبعد ما تاخد شوية الطاقة الايجابية دول، ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وتعمل شير وتعمل لايك. اللايك ده هيخلي الفيديو ينتشر، والسبسكرايب ده وتفعل الجرس عشان لما الفترة اللي جاية هنزل محتوى جديد على القناة للمهارات اللي انا اتعلمتها، واقول لك تستخدمها ازاي، وكلها مجاني، تمام. الشير بقى ده يا سيدي علشان توصلني لغيرك، فانا اخد ثواب واخد اجر، وانت كمان تكون سبب فتاخد ثواب وتاخد اجر. على فكره بقى عايز اقول لك قبل ما اقول لك ايه اللي ظهر قدامك ده دلوقتي، يهمني ان انا اقول لك شويه ملاحظات كده، بس يهمني ان انا اقولهم لك، عارف انت شويه طاقه ايجابيه كده وشغل موارد بشريه بقى والجو ده. انا مش عايزك تستعجب انك غلطت،
بس هو العيب ان انت تبقى زي العيال كده ومش عايز تعترف بالغلط، هو ده العيب. والكارثة ان انت تكرر الغلط، يعني العيب ان انت ما تكتشفش الغلط، والكارثة ان انت تكرر الغلط مهما حصل. خلي بالك وتكون زعلان من اللي هيحصل، ان المحل وقع او لا قدر الله يحصل اسوأ من كده، خلي بالك ان انت ممكن بعد كده تكون دي محطة ربنا عايز يوصلك ليها عشان خير كبير تاني انت بقدراتنا الذهنية المحدودة ما كناش شايفينه وما كناش عارفينه. فعايز اقولك اوعى تقف واوعى تيأس، مفيش حاجة تقدر توقفك، وسيبك من اي كلام، وسيبك من اي طاقة سلبية او اصدر اي مصدر طاقة سلبية. وعايزك تحدد هدفك واكتبه واشطب على كل هدف انت حققته، وحدد لنفسك جدول مهارات لازم تتعلمها في جدول زمني محدد، ولازم تضيفها لنفسك. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. عايز اقولك على حاجة كده، انا مش هتكسف ان انا اقولها لك، بس هقولها لك وتعمدت ان انا اقولها في نهاية الفيديو عشان اعرف مين اللي وصل معنا في نهاية الفيديو. على فكرة انا كان عندي 4 محلات، ومنهم محلات اجهزة كهربائية، وحصلت عندي واقعة كده. التجار اللي معانا في الملابس ومعانا على اليوتيوب عارفين كويس اول الواقعة اللي حصلت عندي، ان مخازني كلها غرقت وخسرت ملايين الجنيهات بدون مبالغة. وبقيت في يوم واحد بقف في الشارع مستني حد من صحابي يسلفني 10 جنيه و20 جنيه عشان اروح بيتي. انا مش بتكسف ان انا اقول الكلام ده، لان انا اللي عملت الكلام ده ما ورستوش اللي انا كسبته وراح مني، ده انا اللي عامله، ما خدتوش من حد، ما ورستوش، ولكن كان ياريت اكون ورسته يعني. ولكن كل ده ضاع، والنهاردة انا ما وقفتش، كملت وقفت على رجلي تاني. والشيء بالشيء يذكر، لو انت عايز تسمع القصة دي بتفاصيلها اكتب لي في التعليقات تحت، هعرف ان انت وصلت معايا لنهاية الفيديو واهتميت. ولو عايزني احكي لك القصة دي مش هتكسف واطلع احكيها لك بتفاصيلها. مش عيب انك تقع وتقف، وقع وقف وقع وقف، مش عيب خالص. خلي بالك العيب ان انت تفقد حماسك وان انت تقع وما تقفش تاني. دايما بفكرك بحاجة مهمة جدا، ان اللي نجح مش احسن منك. الناس اللي ناجحه وفاتحه محلات وعامله مشاريع وعامله صفحات فيسبوك وبتسوق على الافليت والفريلانسر والكلام ده كله، الناس الناجحه دي ما حدش منهم زايد ايد ولا حد منهم زايد رجل. احنا كلنا زي بعضينا. انا عندي 50 سنة، ومن 3 سنين كنت منبهر بناس، النهارده انا اتعلمت وتعديت الناس اللي انا كنت منبهر بيهم، واقسم بالله بعلمهم حاجات دلوقتي يقدروا يعملوها. واسأل نفسك دايما انت كنت مميز في ايه، النهاردة بقيت مميز في ايه. قيم نفسك دايما، انا خليتها اخر حاجة للأسف، بس هي المفروض تكون اول حاجة. دايما قيم نفسك بعلاقتك بربنا، هتعرف انت فين. ومش عايز اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، الفيديو عدى الساعة لربع يا رب يتشاف، لان انا والله كل كلمة فيه طالعة من القلب، نصيحة خالصة لوجه الله. فياريت يكون حد وصل معنا لحد هنا وشاف الفيديو. تحياتي للجميع، كل عام وأنتم بخير. ياريت تكتبوا لي ملاحظاتكم على المحتوى وعلى اللي أنا عامله. على فكرة الفيديو ده نسيت أقول لكم، الشاشة اللي ظهر قدامك دي، إن الفيديو ده بالكامل بدون أي مونتاج، كل اللي عملته رفعته على اليوتيوب وضفت له موسيقى بواسطة برنامج كانفا والإصدار المجاني بالكامل، وصورت الشاشة برضو ببرنامج كانفا، بس برضو صورت تصوير تاني احتياطي ببرنامج الـ OBS. ولكن كل اللي انت شفته النهاردة ده ببرنامج كانفا. ويهمني ان انا اسألك سؤال، طريقة تقديمي انا بقى للمحتوى بالشكل ده اللي هي كلام وانا بعلق عليه، كويسة ولا اطلع بقى واظبط اضاءة وسوفت بوكس ووجع قلب؟ فانا صراحة يعني حابب ده، ولكن يهمني انت، ما يهمنيش انا مرتاح في ايه او حابب ايه، يهمني ان انت تقول لي ان انا ظهوري بهذا الشكل او ظهور المحتوى بهذا الشكل ده حاجة كويسة ليك انت كمتلقي او متابع ولا لا. آسف ان الفيديو طول، بس احنا بنتكلم في فلوس وتجارة ومشروع، ففيديو ان شاء الله لو ساعة ولا ساعتين بس تخرج منه بنتيجة، دي حاجة اعتقد ان هي كويسة. ويا رب اكون قدرت افيد ولو واحد فيكو بس، ولو حاجة صغيرة قد كده. لو قدرت افيد فيكو واحد بس بقى وحاجة صغيرة ولو قد كده، ما تنسانيش من صالح دعاك، ودعوتين يكونوا طالعين من قلبك زي ما بقولك كل مرة. واختم الفيديو بربنا يصلح حال الجميع،
ويرفع عننا الوباء والغلاء ويحفظ كل الناس يا رب. تحياتي للجميع، كان معاك اخوكم في الله محمد عمارة، تحياتي لكم، سلام عليكم.